بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، عزيزي الدارس، نلتقي بك في اللقاء الأخير من مقرر التفسير 4 من تفسير سورة التوبة، وهو اللقاء 12، وفيه تفسير الآيات من 119 إلى 129 نهاية السورة. ونأمل إن شاء الله سبحانه وتعالى مع نهاية هذه الحلقة أن تظهر معرفة بالمعاني الإجمالية للآيات، وأن تشرح هذه الآيات شرحا تفصيليا ببيان الدلالات والتراكيب وما فيها من فوائد وقراءات وغير ذلك مما يتطلبه الشرح التفصيلي، وأن توضح أبرز القضايا والأحكام التي دلت عليها هذه الآيات في نهاية السورة، وأن تستخرج الهدايات المستنبطة التي يمكنك أو تمكنك ثقافتك وعلمك ودراستك لهذه المادة من استنباطها من خلال فهمك، بالإضافة إلى ما سنذكره من هدايات في السورة أو في الآيات. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يكونوا صادقين مع الله عز وجل، وأن يكونوا مع الصادقين، مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع المؤمنين الآخرين الصادقين مع الله. ثم يبين أنه ما كان لأي ساكن في المدينة أيا كان أن يتخلف عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أهل المدينة ذاتها أو من الأعراب، لأن الأمر يمسهم ويمس أمنهم، ولكنهم لتخلفهم الفكري ولا يفهمون مصالحهم حتى الدنيوية ومنافعهم الذاتية تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الدفاع عن المدينة. أي ما كان ينبغي لأهل المدينة ومن حولهم من سكان البادية أن يتخلفوا عن الخروج في عن الغزو والدفاع عن المدينة وعن الدين وعن الإسلام، فكيف يدعون الإيمان إذا كانوا يدعونه؟ بل يجب عليهم الدفاع حتى لو لم يكونوا مؤمنين، لأن الأمر يمس أمنهم ومصلحتهم. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أنه ما من حركة يتحركها المؤمن ولا ينتقل إلى مكان ولا نية ولا ممارسة صغيرة أو كبيرة إلا يكتب له أجر وثواب، فهو عمل صالح، ولكن أيضا بشرط النية. والمؤمن الصادق، أشارت الآية السابقة أنه صادق مع الله عز وجل، فنيته صادقة. قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، أي ذلك الأمر كله، فكلها أعمالهم صالحة. ثم يقول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يبين لهم بعض الآداب في النفرة والخروج للغزو. فما ينبغي للمؤمن أن يخرجوا جميعا لقتال عدوهم، كما لا يستقيم لهم أن يقعدوا جميعا، فهناك من يحتاج لقعوده ومن يحتاج لخروجه. فهل خرج من كل فرقة جماعة تحصل بهم الكفاية، أصحاب الغزو يخرجون للغزو، وأصحاب التفقه في الدين يقعدون للفقه في الدين،
يطلبون العلم، لأن كل ذلك جهاد في سبيل الله. لكن هذا في حال لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام فالذين يطلبون العلم ممن سيطلبونه إذا بقوا في المدينة ولم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك هنا الإشارة في الآيات أنه إذا كان العلماء قد خرجوا فعند من سيبقى الذين يطلبون العلم؟ ولكن هناك أمر آخر مستثنى، وهو أنه من أمره القائد أو النبي عليه الصلاة والسلام بحسب سياق الآيات أن يبقى لتفقيه الناس ولإمامتهم، مثلا عبد الله بن أم مكتوم في بعض المعارك كان يقيمه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ليصلي بالناس وليعلمهم أو يفتيهم ويحل مسائلهم وقضاياهم. وكذلك في غزوة تبوك خلف علي بن أبي طالب، فهؤلاء من الذين بقوا ليفقهوا الناس في دينهم. ولكن إذا قلنا أن التفقه هو طلب الفقه فهو مع النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. هنا تأمين المدينة كان الأولى بداية أن يبدأ ممن جوار المدينة من الأعداء، وهذا هو فقه الحرب. من معالم فقه الحرب في الدين في الإسلام أن يأمن الإنسان إطاره أو إطار مدينته وإطار دولته بأي طريقة من طرق التأمين. ليس كل طرق التأمين هي قتال، بحسب المقتضى. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه ابدأوا بقتال الأقرب، فالأقرب إلى دار الإسلام من الكفار وإزاحة لهذا العدو حتى تمكنوا ممن بعدهم. ثم يقول الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول من المنافقين الذين يرتابون في نزول سورة القرآن الكريم أيكم زادت هذه إيمانا. هذا من باب التشكيك، استهزاء وإنكار وتشكيك. يبين الله عز وجل أن المؤمن تزيده إيمانا أي آية من كتاب الله تنزل وأي أمر أو نهي. وأما المنافق أو الذي في قلبه مرض فهي تزيده رجسا إلى رجسه، أي قذارة وشكا وريبا، هنا الرجس المعنوي إلى رجسه الذي هو معنوي وحسي، لأنه يخرجه بالاستهزاء والسخرية من أهل الإيمان ومن الآيات النازلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمستهزئ بالإيمان كفر، أو الاستهزاء بالإيمان كفر واضح وظاهر. أولا يرون هؤلاء المستهزئون والمنافقون لا يرون أن الله عز وجل يبتليهم بالقحط والشدة والآيات، آيات الابتلاء كثير، وبإظهار ما يبطنون من النفاق وبعذابهم وبخزيهم وإذلالهم؟ ألا يرون أنهم يفتنون في كل عام ومع ذلك ما زالوا ثابتين على كذبهم ونفاقهم؟ وإذا ما أنزلت سورة تبين هذه الأحوال تغامز المنافقون إنكارا لنزولها وسخرية وغيظا منها لما نزل فيها من ذكر عيوبهم، مثل سورة التوبة الذي هي الفاضحة والمبعثرة والمقشقشة لأعمالهم. هذه كلها صفات للسورة بما وصفته من أعمال النفاق وصفات المنافقين. ثم ينسحبون من المجالس التي يتلى فيها أو تتلى فيها هذه الآيات، فيقول هل يراكم من أحد، ينصرفون فيصرف الله عز وجل قلوبهم عن الخير. ثم يبين الله سبحانه أن صفات النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رحمة وأنه يعز عليه أو يتألم لما يصيب المؤمنين ويصيب أمته من لأواء وأذى، فيقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. من أنفسكم أي من بين جلدتكم من البشر، منكم معروف لديكم من العرب الصادقين، فكان أصدق الصادقين ويتصف بكل صفات العلو والطهر والنزاهة التي كانوا يسيمونه بها عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أي ما يصيبكم من لأواء وأذى، حريص عليكم على إيمانكم، حريص على أن لا يصيبكم شيء من الأذى، رؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحمته من رحمة الله عز وجل. بعد أن يبين لهم هذا الأمر وهذا الأسلوب الطيب، الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يعرض عنهم إذا تولوا ولم يوافقوه أو يؤمنوا به ويتبعوه. فإن تولوا بعد هذا كله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت إليه فوضت أمري أو جميع أموري فإنه ناصري ومعيني وهو رب العرش العظيم الذي لا طاقة لأحد بمقاومته. عز الدارس، هذه بعض النظرات الإجمالية لمعاني السورة لمعاني الآيات. وفي التفصيل يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. التقوى معلومة،
فتقوى الله عز وجل من هي من الأمور العامة التي يؤمر بها كل إنسان، ولذلك ينادى بها الناس فيقال يا أيها الناس اتقوا ربكم. الناس هنا مؤمنهم وكافرهم، لا يقصد بهم المؤمنين فقط، فالأظهر أنه يقصد بهم جميع الناس، لأن قيم التقوى عامة يخاطب بها البشرية وتخاطب بها البشرية كلها. قال وكونوا مع الصادقين، هذا الأمر بالكون مع الصادقين بعد قصة الثلاثة فيه الإشارة إلى أن هؤلاء الثلاثة حصل لهم الصدق لتواصل السياق وارتباطه، فهم هؤلاء الصادقين، فكونوا مع الصادقين هؤلاء الثلاثة ولا تكذبوا إذا وقعتم في خطيئة فتوبوا إلى أو معصية فتوبوا إلى الله عز وجل وبينوا أنكم كنتم خاطئين أو مخطئين. وظاهر الآية الأمر للعباد كلهم أن يكونوا مع الصادقين على العموم. في قوله عز وجل أيضا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب، هنا فيه زيادة تأكيد لوجوب الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريم التخلف عنه، أي لا يصح ولا يستقيم ولا ينبغي لأهل المدينة من المؤمنين وغيرهم ومن الأعراب ومن يسكن المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله. قال الأعراب هناك مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار، هذه قبائل كانت حول المدينة وهي أعراب جلف، لا ينبغي لهم أن يتخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك، لأن الأمر يهم الجزيرة العربية كلها ليس المدينة فقط، وإنما خصهم الله سبحانه وتعالى بمن هم حول المدينة لأنهم قد استنفروا فلم ينفروا، طلب منهم الخروج، فهم بخلاف غيرهم من العرب الذين لم يستنفروا، فهؤلاء ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي ما كان لهم أن يرغبوا عن نفسه بأنفسهم عن نفسه فيشحون بها ويصونونها وهو بادر لها في سبيل الله. فنفس النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من نفوسهم لا شك ولا ريب، فليجاهدوا وليتوبوا إلى الله عز وجل. وهذا الإخبار هنا ولا يرغبوا أنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم إلى آخره، قال هذا الإخبار هنا فيه معنى الأمر ولا يرغبوا بأنفسهم، أي ما كان لهم ولا يرغبوا بأنفسهم، هذا إخبار، لكن هو بمعنى الأمر، بمعنى الأمر يفيد ذلك إيراده على هذه الصيغة من التوبيخ والتقريع الشديد ما ينبغي لهم وما كان لهم، وفيه تهييج وإزراء عليهم. هذه الصفات كلها لهذا الخطاب وأسلوبه تبين أنهم مأمورين بالخروج وعدم الرغبة بأنفسهم عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك أي ذلك الأمر ما يفيده السياق من الكلام من وجوب المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام والخروج معه بأنهم مأجورين في كل لحظة على الأقل في كل شيء بذلوه في سبيل الله وفي سبيل هذا الخروج فهم مأجورون عليه، لا يصيبهم ظمأ، الظمأ هو العطش، ولا نصب أي تعب ولا مجاعة ولا أي أمر من هذه الأمور التي ذكرت في الآية إلا كتب لهم به عمل صالح. ثم قال ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، إلا يدسون مكانا يؤثر في الكفار سلبا فيغتاظون لذلك، لأنه يعود لدورة الإسلام، والموطئ اسم مكان ويجوز أن يكون مصدرا، يطؤ موطئا أو وطئا، لكن يجوز أن يكون مصدرا. ولا ينالون من عدو نيلا، أي نيلا أو أي منالة يصيبون فيها العدو قتلا أو أسرا أو هزيمة أو غنيمة إلا كتب لهم به حسنة مقبولة عمل صالح يجازهم الله سبحانه وتعالى به في الدنيا والآخرة، إن الله لا يضيع أجر المحسنين صغرا أو كبرا. وهذه هذا التدليل للآية في حكم التعليل لما سبق مع كونه يشمل كل محسن ويصدق على المذكورين أولا، فقوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين بإطلاق أي محسن في أي موطن وفي أي عمل أحسن به، ولكن هنا أيضا أخص في هذا الخروج. ولا يقطعون واديا، في الأصل الوادي هو كل مفرج بين جبلين، أي لا يقطعون في سيرهم فيتعبون ويشق عليهم ذلك، وإلا كتب لهم أي ذلك القطع من الأعمال الصالحة من النفقة والسفر في الجهاد في سبيل الله ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، أي أحسن جزاء ما كانوا يعملون من الأعمال، ينظر إلى أحسن عمل عملوه فيجازيهم فيجازي أعمالهم كلها يرفعها إلى مستوى الأحسن. هذه دلالة لهذا السياق، ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. وأيضا من معانيها أنه يجزيهم جزاء حسنا. ثم يقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ذهب جماعة إلى أنه من بقية أحكام الجهاد ما كانوا لينفروا كافة، وجماعة يقولون لا هذا منقطع وهو
يتكلم عن طلب العلم الذي سيأتي بعده. قال لأنه سبحانه لما بالغ في الأمر بالجهاد، كيف عرف أنه من الجهاد؟ لما بالغ في الأمر بالجهاد والانتداب إلى الغزو، كان المسلمون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية من الكفار ينفرون جميعا، المؤمنون ينفرون كلهم إذا بعث سرية إلى مكان من الكفار، أمكنة الكفار، ويتركون المدينة خالية، فيمكن أن يهجم عليها أحد. فأخبرهم الله سبحانه وتعالى بأنه ما كان لهم ذلك، أي ما صح ولا استقام. فمن فقه الجهاد أن ينفر البعض ويبقى البعض، هذا في مسألة الجهاد، فتتصل بما قبلها. وأيضا قال فلينفر من كل فرقة منهم طائفة، لأنهم كانوا جماعات أو قبائل أو عشائر، فلتأتي من كل فرقة طائفة ليخرجوا في سبيل الله، وتبقى طائفة منهم بقدر الحاجة للدفاع عن المدينة، وأيضا للتعلم والتفقه في حالة ما يكون النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في السرايا. وهذا ما أشرت إليه في المعنى الإجمالي. والمعنى أن الطائفة تخرج إلى الغزو، ومن بقي من الفرق من هذه الفرقة أو الفرق يقفون لطلب العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يفوتهم، وخاصة أولئك الذين يصلحون لطلب العلم. فليس كل إنسان صالح لطلب العلم، ولا كل إنسان صالح للجهاد في المعركة. كل إنسان من المؤمنين لابد أن يقف في مكانه الذي يصلح له، فكل ميسر لما خلق له. ذهب آخرون إلى أن هذه الآية ليست بقية أحكام الجهاد، وهي حكم مستقل بنفسه في مشروعية الخروج لطلب العلم والتفقه في دين الله، بمعنى أنها مسألة عامة وشرع مستقبلي. ففي الآيات دليل على إيجاب الخروج إلى سفر الجهاد، وانتهى إلى بداية الآية، ووجوب السفر لطلب العلم. ولا شك أن وجوب الخروج لطلب العلم إنما يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم منه، يعني إذا لم تجد من تتفقه معه منه أو تتعلم معه فلتخرج. بل إنه من وجوب العين على الجماعة المؤمنة في مكان ما إذا لم يكن لديهم من يكفي لطلب العلم أو للتعليم والتفقه، فليرسلوا من يتعلم ويتحمل نفقته ليعود ويعلمهم دين الله سبحانه وتعالى. لا تصلح أن يكون هذا، لا يسقط هذا الفرضية العينية، لا تسقط في هذه الحالة إلا إذا حصلت الكفاية بمن يقوم بأداء العلم وتعلمه وتعليمه. والفقه ليتفقه في الدين هو العلم بالأحكام الشرعية، وما يتوصل به إلى العلم بها من لغة أو نحو أو كل أنواع العلم، لأن التفقه بالأحكام الشرعية واستنباطها ومعرفتها وتنزيل الأحكام على الواقع يحتاج إلى هذه العلوم كلها. والطائفة هي الجماعة من المؤمنين، ومعنى لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أي الترجي لوقوع الحذر منهم عن التفريط. فالمسألة كلها فيها أمر ونهي، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في كل أنواع بذل العلم والدعوة. في طلب العلم أمر بمعروف ونهي عن المنكر، ثمرته هو هذا إصلاح المجتمع. ثم أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يجتهدوا في مقاتلة من يليهم من الكفار، وهذا نوع من فقه الجهاد، يبدأ بالأقرب فالأقرب حتى تتوسع دائرة الحق والأمان للمؤمنين. واعلموا أن الله مع المتقين بالنصرة والتأييد، فإذا أقدمتم على الجهاد فإن الله عز وجل ناصر لكم. ثم يقول سبحانه وإذا ما أنزلت سورة، هنا حكاية منه سبحانه وتعالى عن بقية فضائح المؤمنين المنافقين، لأن السورة معظمها في بيان أنواع النفاق وأقسام المنافقين وصفاتهم وممارساتهم الخفية والظاهرة. فيقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، من باب الاستهزاء والسخرية، فيحكي الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فهذا حالهم الدائم. وأما الذين في قلوبهم مرض من هؤلاء المستهزئين والمنافقين عامة، زادتهم أو تزيدهم السورة رجسا إلى رجسهم، خبثا وفسادا، وإظهار الفساد الذي يضمرونه ويثبت عليه ويستمر عليه إلى أن يموتوا وهم كافرون منافقون. وقيل المعنى تزيدهم إثما إلى إثمهم، والمراد بالمرض هنا الشك والنفاق. هم الذين في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق، يخاطب هؤلاء المنافقين والمنافقين عامة. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، وفي قراءة ولا ترون، وفي قراءة شاذة أولا ترى خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، هي قراءة ابن مسعود. ومعنى يفتنون أي يختبرون، قال ابن جرير وغيره ابتليهم الله عز وجل بالقحط والشدة، وقيل بالأمراض والأوجاع، وقيل بالغزو والجهاد، ومع ذلك لا يبادرون ولا يتوبون،
بسبب ابتلاءات الله عز وجل لهم، ولا هم يتذكرون. التذكر هو العودة، يقتضي العودة إلى الله والتوبة، ولكنهم لا يتذكرون. أولا يرون هنا استفهام للإنكار والتقريع والتوبيخ، وهو تعجب من الله سبحانه وتعالى من حال هؤلاء المنافقين المصرين على المعاصي. ويؤكد الله عز وجل أيضا هذه الأعمال الصادرة منهم فيقول: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. هذه الحال هم يظنون أن لا يراهم أحد، لكن الله عز وجل يراهم ومطلع عليهم، وقد يتغافل النبي عليه الصلاة والسلام عنهم لما يعلم من نفاقهم فيتركهم يذهبون ينصرفون، فيصرف الله قلوبهم عن الهدى وعن الحق وعن الخير والرشد والهداية. صرف الله قلوبهم، هذا إخبار عن حالهم، أو هو دعاء عليهم بأن يصرف الله قلوبهم عن الحق. ثم ذكر سبحانه السبب الذي لأجله انصرفوا، فقال: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ليس لديهم فقه ولا عقل يكفيهم لزجرهم عن هذه الأعمال الباطلة وعن تثبيتهم على الحق والتزامهم به. ثم يختم الله سبحانه وتعالى السورة بما يهون عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند المؤمن التكاليف الشاقة، فيقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يحبكم ويشفق عليكم حريص عليكم شحيح بأن تدخلوا النار يحرص على إيمانكم وهدايتكم رؤوف رحيم. معناها أن النبي عليه الصلاة والسلام: أيها العرب أيها الناس رؤوف بكم رحيم بكم يشفق عليكم، وهي من صيغ المبالغة كلها. ثم قال مخاطبا لرسوله مسليا له مرشدا إلى ما يقوله عند أن يعصى، فيقول: فإن تولوا وعصوك أعرضوا عنك فقل حسبي الله، هو الذي يكفيك شأنهم ويكفيك الهموم التي قد تلم بك عندما ترى الإعراض عنك. قل: عليه توكلت فوضت جميع أموري إليه وهو رب العرش العظيم. فهو أعظم المخلوقات، العرش أعظم المخلوقات، وصف رب العرش العظيم العظيم، أو قد يكون العرش العظيم صفة للرب، فهو العظيم سبحانه وتعالى. قرأ الجمهور بالجر على أنه صفة للعرش، وقرأ ابن محيصين بالرفع صفة للرب، وقد رويت هذه القراءة عند كثير أيضا من القراءات المتواترة. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، عزيز الدارس هذا نشاط تعود إلى شرح الآيات فتشرحها شرحا إجماليا، تشرح هذه الآية شرحا إجماليا وتبين أهم النقاط التربوية في هذه الآية بالذات من خلال كتب التفسير العديدة، وخاصة تفسير المنير، تفسير أبو بكر الجزائري، هذه التفسيرين يهتمان بالجوانب التربوية وغيرهما من التفاسير. ثم تقرأ أسئلة التقويم وتطلع على الإجابة النموذجية الواردة بعدها مستعينا بها على إجابتك. كذلك عزيز الدارس تطلع على أهم الموضوعات التي منها ما بينته هذه الآيات من أحكام الجهاد وسياساته. فالجهاد كان فريضة واجبة على أهل المدينة وقبائل العرب المجاورة أول الأمر بسبب كون المدينة عاصمة الإسلام وكونهم سكانها وجيرانها، فحمايتها واجبة عليهم. ثم الأمر الثاني من سياسات الجهاد أن كل ما يتعرض له المجاهد من مكابدة ومتاعب السفر يثاب عليه، وفي هذا تحفيز، ينبغي القائد أن يحفز المجاهدين دائما ويبين لهم ما هم فيه من الخير والثواب. الجهاد في العموم أيضا فرض كفاية وليس فرض عين في العموم، إذ لو نفر الكل تعطلت مصالح الأمة، ولكن فلينفر الكفاية وليبقى لمصالح الأمة الكفاية أيضا. فهذه من سياسة الموازنة في الدولة. تضمنت الآيات جانبا من السياسة الجهادية ومقاصدها، من ذلك التعريف بكيفية الجهاد، كيف يجاهد الناس، أن تبدأ في الأقرب بالأقرب من العدو، ثم الأبعد، وأن يكون الجهاد أو في الجهاد إحسان وتخطيط، إحسان وتخطيط، حتى الجهاد يحتاج إلى إحسان وأيضا تخطيط حسن، سواء في حق الأعداء لأنه قد ينقلهم من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام قبل القتال، وفي حق المسلمين لأنهم يصونون به الحرمات، حرمة الدين وحرمة البلاد والأوطان والأموال والأعراض، ويحققون به العزة والكرامة. كذلك الغلظة على الكفار في أثناء القتال، أما قبل بدء المعركة أو بعدها عندما لا يحتاجون إلى الغلظة، فشأن المسلمين هو الرفق واللين والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. فالأصل في الإنسانية في الإسلام أنه يدعو الإنسانية للهداية، وليس الأصل فيه القتال. من أحكام طلب العلم ما اقتضته الآيات الوجوب، وجوب طلب العلم
والتفقه في الدين حتى تحصل به الكفاية. ولذلك قالوا أن طلب العلم ينقسم إلى قسمين، فرض على الأعيان كالصلاة والزكاة أي العلم بها لأن ذلك مخاطب به كل مسلم، وفرض على الكفاية لا على الأعيان، يدل عليه أدلة كثيرة، وذلك كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم، فهي مسائل زائدة تحتاج إلى متعلمين بعمق يقضون بين الناس ويفصلون بينهم الخصومات. فهو صرف فرض كفاية، ليس الجميع ينبغي عليهم أن يقوم بهذه المسألة، لكن هناك درجة ينبغي على الجميع جميع المؤمنين أن يتعلموها، وهي العلم بالأحكام الأساسية في الإسلام. يجب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة الخلق إلى الحق وإرشادهم إلى الدين القويم. كذلك طلب العلم على المستوى الفردي فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة فليبادر إليها الإنسان. عزيزي الدارس، بعد هذا الاستعراض لبعض الأحكام، هناك أسئلة تقويم تعود إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى، وتستعرض الإجابة النموذجية وتطلع على الهدايات الموجودة في نهاية هذه الآيات، وتدل وتحل النشاط أو تكتب النشاط في اختلاف المفسرين في قوله ما كان المؤمنين ينفروا كافة من كتاب فتح القدير في التفسير أو التفسير المنير لوهب الزحيلي، ثم تطلع على الخلاصة التي كتبناها لك في نهاية هذا الدرس لتستذكر ما أخذته من أول هذا الشرح إن شاء الله سبحانه وتعالى، فتستنفع بذلك وتستذكر ما أخذناه في هذه الآيات. أعانك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.